اليوم لنا الشرف أن نحتفل بالذكرى الفضية لجمعية الكرامة الأشخاص ذوي إعاقة بالغرب. هذه الجمعية اللي أسست سنة 1995 واللي تسدي واحد العدد ديال الخدمات بالنسبة للأشخاص اللي هما ذوي إعاقة، خدمات اللي هي طبية شبه طبية ولكن كذلك خدمات إنسانية. فنسدي ما يناهز 20,000 خدمة سنويا لهذا الفئات هادو، منهم ما هو ترويض طبي، ما هو ترويض مائي، ما هي رياضة طبية، صنع الأطراف، يعني واحد العدد ديال الأمورات اللي هي كذلك. كاين الدورات التحسيسية، كاين ندوات ديال التعريف بهذه الفئة وكذلك التحسيس ديال هذه الفئة والتحسيس لصالح هذه الفئة. ثم تنقوم بواحد العدد ديال العمليات اللي بغينا نقولوا إحسانية بين قوسين، اللي تكون فيها المساعدة ديال الناس اللي هما فضعية هشة، بحال قفة رمضان، بحال وجبات ديال رمضان، تنديروا 400 وجبة يوميا في رمضان، كذلك توزيع ديال الأسرة الطبية، توزيع ديال الكراسي المتحركة، الكراسي الكهربائية، العكاكيز، كذلك الحولي ديال العيد. فسنة مثلا استفدوا أشخاص فضعية إعاقة بما يقارب 100 خروف. فهذو كلهم عمليات اللي تقوم بهم جمعية الكرامة بفضل المتطوعين ديالها وبفضل الشركاء ديالها.